السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، جزا الله خيرا الشيخ وليد خير الجزاء، ولكن انا يعني لا استحق هذا الثناء، انا طالب علم جئت اليكم حتى نتذاكر هذا الموضوع. لست بعالم ولا يعني استحق حتى ان اكون يعني طالب علم، لكن نريد ان نتعاون في هذا الدور ان شاء الله تعالى على معرفه الامور التي ذكرها علماء السلف رحمهم الله تعالى. قبل البدء في الدراسه او في هذه الدوره لابد ان نتفق على شروط الدوره، ان اتفقنا مشينا في الدوره، والا يعني كل واحد يكون في طريق، كما قال الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، يقول قال لي والدي بلسان عربي مبين: اما الموافقه او المفارقه، فاما ان نتفق ونسير في هذه الدورة ونخرج إن شاء الله تعالى بفائدة أو أننا نفترق. فشروط الدورة والله أعلم، نريد أول شرط من شروط الدورة أن تكون هذه الدورة لله، فلواحد يكون واحدا في واحد، تخلص لله، تخلص أردت في هذه الدورة وجه الله سبحانه وتعالى، يعني لم تأتي لا لأولادك ولا لعلامك لكذا ولغرض من الدنيا وكذا وكذا وكذا، تكون لله. حتى نحن الآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم الإخلاص والخير والعمل. يعني لو نأتي إلى هذا المكان من أجل فلان من المشايخ أو هذا المركز أو كذا، نحن جئنا لله، وأن المساجد فلا تدعو مع الله أحد. المكان الذي تضع فيه نعلك كان الله ضع معه الدنيا. لا يمكن ان يكون المسجد مكان الكلام في امور الدنيا، في الغيبه، في النميمه، في الاجهزه المحموله، في كذا في كذا في كذا، تكون لله. هذا الشرط الاول من شروط حضور الدوره. الثاني ان المتون هذه المتون العلميه أرشد العلماء إلى حفظها. طالب علم لا يحفظ هذا ليس بطالب، وطالب علم يحفظ دون دراسة هذا ليس بطالب أيضا. لابد من الحفظ، احفظ، فكل حافظ إمامته إذا علم بهذا العلم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: ذهب كل شيء وبقي ما حفظه، ذهب كل شيء وبقي ما حفظه. الحفظ لابد منه، لابد لابد تحفظ. الأمة هذه عجز بماذا؟ الحفظ. أنا أجينا في صدوري، نعم أراد أن يختبر الأديان معي أي دين حق، كتب نسخة من التوراة ونسخة من الإنجيل ونسخة من القرآن وحرف فيه، أدخل هذه النسخة على اليهود فلم يعرفوها، أدخل هذا النسخة على المسلمين، أدخل هذا النسخة على المسلمين، حققوا وردوها، فعرف أن هذا الدين للحق. بقي لم يحرف، فلا بد أن نحفظ هذه الكتب، الأصول الثلاثة، قواعد الأربع، دروس مهمة، كتاب التوحيد الراسخ، هذه أهم متون بالعقيدة تحفظ ولا بد. طالب علم أحفظ هذه الكتب، إذا ماذا يحفظ إن شاء الله؟ بعد هذا احفظ مثلا على ما ذكر الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغيرهم من المشايخ رحمهم الله بلوغ المرأة، احفظ. هذا لا ينفع الكتاب والجهاز وكذا، نعم هذا ليس بعلم. علمك اذا اردت ان تعرف علمك قال تدخل الى الحمام. ما الذي يدخل معك الى الحمام؟ كتاب؟ مصحف؟ جهاز؟ لا، هذا علم اللي يدخل معه. الذي تراه في الظلام أحسن من هذا، نعم. علمك الذي تراه، الذي تراه في الظلام هذا هو علمك، الباقي علم غيرك. فلا بد من حفظ هذا المفهوم.
نسألكم في كل درس ماذا صنعتم في الحفظ في المراجعة في الكتب، هذا مهم جدا. الأمر الأول الإخلاص ونقول لله، الثاني حفظ المكتب هذا ولا بد. الأمر الثالث الطريقة في الدرس، كما قلت لكم أنا لست بعالم، كنت تعلم هذا أكثر مني. نريد في هذه الدورة أن نأخذ الدرس، بعد الدرس تتذاكروا فيما بينكم، تبدأ تجتمع في مجموعات وتكتبوا ما أخذنا في الدرس، تضبطوا هذه المسائل، ثم آتي الدرس الثاني أسأل عما أخذنا، ثم يكون هناك وقت للاختبار، عند الاختبار التحليلية تكتب، توزع عليكم إن شاء الله تعالى قبل الإجارة، توزع عليكم تحلوا لنا الاختبار في وقت إن شاء الله تعالى. فنريد منكم أن تكونوا على البرنامج هذا. وقت الدرس لا كتاب، لا نظر في جوال، في جهاز، ولا في أي شيء، تكون معي. وسيأتي معنا من أي طالب العلم أنه إذا أراد الطالب أن يكتب لابد في الكتابة من شرط وأدب، هذا يذكر علماء. لابد إذا أراد الطالب أن يكتب في الدرس لابد من شرط وأدب. الشرط أن يكتب أن هذا من سماع لدرس الشيخ لا من الإملاء. أحيانا تعرف العالم إذا أراد الإملاء يكون يعني مستحضر للإملاء، أما في وقت الدرس أحيانا قد تخرج منه كلمة أو كلمة، هذا الشرط. الأدب لابد أن يستأذن الطالب من المعلم، يقول أكتب إذا أذن له بالكتابة كتب وإلا نعم. وهذا الذي قلنا أنه ما تكتب ولا تنظر في كتاب ولا غيره، وعلى هذا نتفق. الذي يخرج قلم أو كتاب أو جهاز محمول دون التسجيل لا إشكال، التسجيل ما هي إشكال، لكن يخرج الجهاز ينظر فيها كذا أصبح الجهاز من حقه. نعم نتفق، إذا اتفقنا انتهى كل شيء. لا حديث أثناء الدرس تتحدث مع زميل كان على ما سيأتي معي إن شاء الله تعالى، حقوق ست لابد أن تؤديها. هذا هو الحق، حق المعلم. ليس حق المعلم يعني تقليلا أي دين، لا، معلم لم يأتي هؤلاء يعني هم أهل السنة، صلى الله جعلنا منه علماء. ما أراد أن تقبل أيديهم وتتمسك به، صحيح ما هو ما أرادوا منك شيء، ما أرادوا منك مال، أرادوا منك أن تأخذ العلم تعمل به وتدعو إليه، هذا اللي يريد منك العالم. تتعاون مع إخواننا في هذا البرنامج، أنا نكون عالم إن شاء الله. ثم ما تعلم بعد ما ذكرنا الإخلاص وذكرنا الحفظ وذكرنا السيرة والبرامج الطريقة في عدم الكتابة والمذاكرة وحل الاختبارات، الأمر الذي يكون آخر شيء التحلي بأدب طالب العلم. طالب العلم لابد أن يؤثر ويظهر أثر علم عليه، نعم، في كل أمور. ذكر العلماء رحمه الله أن الحقوق ست، الحقوق التي لابد للطالب أن يؤديها ست حقوق لابد أن يعرفها قبل الطالب، في نفسه ومع كتابه ومع زميله ومع المكان ومع شيخه ومع علمه، مع نفسه ومع كتابه ومع المكان ومع الشيخ ومع زميله ومع علمه، ست حقوق لابد أن يعرفها. نعم، في نفسه إخلاص وهمة وزهد وقناعة وورع وصدق وترك محرمات ومنكرات وغيره، مع الكتاب، هذا الكتاب من نعم الله لا تعد من الأحسن، لابد أن تحافظ على هذا الكتاب
تنظر ما فيه أقل ما تقرأ في الكتاب المقدم والفهرس. ماذا سيعطينا كيف تعتاد عن هذه الطريقة تحافظ عليه؟ نعم مع المكان هذا المهم عندنا الآن. المكان هذه مساجد لله، لا تجعلها في الدنيا بالنوم باللعب اتكاء أصلح. ثم الأصل أن تكون المجالس كما كان حال الصحابة الله، كان إذا نزل المنزل قال تفرقنا في الشعب الأول، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا من عمل الشيطان. فكيف تكون مجالس طلاب العلم؟ لابد أن تستمر لا تفرق. نعم أيضا نظافة المكان، يعني الآن لا نحتاج إلى أولاس يأتون ينظفون هذا المكان، لابد كل واحد منا يكون مسؤول عن نظافة هذا المكان. نعم مع زميل جد واشتهار أمر بالمعروف مع المنكر التعاون على ما ذكر، مع العلم الذي تعلم ماذا يصنع؟ يحفظ يراجع يعمل يعلم، هذا هو حق لابد ان تعلم. فان اتفقنا اخواننا على هذه الشروط نسير ان شاء الله، والا اذا اردتم ان ندرس بلا سؤال ولا اجابه ولا غيره ولا نعنف على احد ولا كذا اذا نبدا ان شاء الله تعالى، ولو اردتم ان ناخذ هذه المنظومه الجلاله ان شاء الله ما عندي اشكال. ليست كلمة تقال للإنسان تقول الله ربنا على الشهور، لابد أن نطبق شرعة الجوال والقلب. لا يعني لا أحد يعترض بعد هذا أو يتغير، لن نقبل أي عذر لغياب طالب من الطلاب إلا عذر واحد، طالما حضرت الآن أنت ملزم لنا أن تتوقف، ما تذهب لوين كنت تنصرف دون استئذان، لا نأذن لأحد تأخر أو غياب إلا عذر واحد وهو الموت، هذا العذر مقبول. تمام الحمد لله، نقوم بتجهيز التكفير والصلاة عليه ثم نقسم التركة والحمد لله بعد ما نريد نقبل أي عذر للتأخر اعتبار المتأخر يتغير عن الدراسة كذا لا لا. نعم بالمقال العالم هو والد ابن حقيقي، هذا يقول ابن سعد رحمه الله تعالى وغيره. الآن هل تستطيع أن تخرج من البيت دون استئذان من الوالد؟ عند المعلم ما يمكن أن تذهب وتنصرف حتى تستأذن في وقت الدرس. نحن إن شاء الله تعالى الدروس عندنا بعد كل صلاة كم درس؟ ما أدري كم صلاة نصلي؟ خمس صلوات، إذا خمس دروس نضيف درس واحد وبعد تناول وجبة الإفطار إن شاء الله تعالى. هذا الدرس قد يكون هناك درس، قد يكون هناك اختبار في هذا الوقت، تأتي تكتب اختبار ولن نطلع عليكم إن شاء الله. لو طالب درس ساعة إلا ربع ساعة نعم، لكن أهم شيء ما بعد الدرس مذاكرة وكذا. اتفقنا؟ وافقتم على الشروط؟ نرى ان شاء الله. طيب اول شيء قدروا علينا شويه، خلينا نتقدم ارفع هذا طيب يا اخوانا نحن نريد ان شاء الله تعالى نبدا وندرس ان شاء الله في هذه الجمله هذا الموضوع اللي ذكرناه. اعطينا الطلب تغلق القلم الآن؟ الحمد لله. طيب نريد ندرس إن شاء الله في هذه الدورة الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والدروس المهمة في التوحيد والمعصية بإذن الله نوصل إذا يعني كنت معي على البرنامج وعلى الحفظ والكتاب أرفع هذا أرفع ماذا ما نريد شيء من هذا أبدا عوام كله. طيب ندرس هذا المنهج إذا لأنه قال الإدارة قال هؤلاء الطلاب درسوا الأصول الثلاثة وكذا
نسعى من أجلتم فعل ننتقل مباشرة إلى كتاب التوحيد أو ندرس سبحان الله. هذا العلم لا بد أن يكون يعني مستعد في كل وقت وتسأل عن أي مثل رابط لهذا المثل. أخواننا كيف تدرس متون ثلاثة العلم؟ يعني لو سأل أنا لو أسأل أحد الطلاب حضرت دورة ابن كثير؟ حضرت؟ سبحان الله تقريبا الدورة عمل التفسير حضر؟ نعم. ماذا أخذ؟ أنه تسرد كل المعلومات اللي أخذ صحيح. وتسأل طالب درس؟ كلهم درس. ماذا درس؟ درسنا كثير دروس كبيرة 10 ساعات كبيرة. طيب ماذا استفدت؟ يقول لا أعلم. إذا من حضر؟ المسجل هو الذي حضر. قلنا علمك هو الذي ترى الظلام. نعم هذا علم الباقي علم غير. طيب نبدا بدراسه مثلا صور ثلاثه. من يحفظ صور ثلاثه؟ اللي يحفظ رفع السبعه. سبحان الله ما احد يحفظ؟ نعم نعرفه ولكن لا نحفظه. اغدر تحفظ سؤال واضح تحفظ الأصول الثلاثة تحفظ نعم لا إجابة واضحة خليفة. من يحفظ الأصول الثلاثة؟ أخوانا كيف طلاب علم ما تحفظ المعلومة العلمية؟ ما نسمع. طيب ما هي الأصول الثلاثة؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أصول الثلاثة هي أسئلة فقط. طيب جيد. لو قال لك قائل أو أنت ممكن تقول لنا الآن لماذا نحفظ أصول الثلاثة؟ هل الله سبحانه وتعالى أوجب علينا حفظ أصول الثلاثة؟ لا هذا الجواب قلنا لماذا نحفظ أصول الثلاثة؟ لماذا؟ أنا طبيعي ما أريد أن أحفظ أصول الثلاثة. ما الإجابة؟ نقول الله سبحانه وتعالى قال ويردوه إلى الرسول وإلى من؟ قل لا قل الأمر منهم لعلهم الذين استنبطنهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا الأخ يريد أن يصبح طبيب يريد أن يصبح طبيب ما لا يصنع؟ يصنع يأخذ بعض الكتب ويشتري بعض المعدات ثم يأتي يفتح مكان ويعالج فيه الناس. يصح؟ يصح أو لا يصح؟ نعم لا لا هذا ولا يصح. كل نجار أصلا كيف يصبح طبيب ويعالج الناس؟ تريد أن تكون عالم؟ ما يمكن أن تطلب العلم على ما تحب وتقول هذا لا أحفظ وهذا أحفظ. لا بد أن تسير على النهج والطريقة الذي خط لنا العلماء حتى تصل إلى ما وصل إليه. نعم ألف العلماء هذه الكتب وأمر الطلاب بحفظها صح؟ إذا لا بد أن تحفظ. إذا ما تحفظ أنت لست بطالب علم أصلا ولا تستحق أن تكون على هذه الطريقة أصلا. فلا بد أن تحفظ لا بد أن تحفظ هذه المتون. وسترى إن شاء الله تعالى ما الثمرة من حفظ هذه المتون؟ قال لها كل شيء، كل هذا الحكم علمني رحمه الله، وباقي ما حفظه. الآن لو طلب من هذا الأخ أن يلقي لنا كلمة، ماذا يقول؟ إذا كان يحفظ الأصول الثلاثة، هذه أحسن كلمة، من أحسن الكلمات. صنع مسابقة في الجامعة الإسلامية، سبق في الخطاب. قام طالب وألقى عليه متن العقيدة الوسطية. اختيرت هذه الكلمة من أفضل الكلمات. لماذا؟ كلمة منسقة مرتبة فيها قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام. فما يصلح أن طالب يقول الله أنا هذا كتاب الأحفظ أنا هذا مصيبتنا اليوم. طلاب هم الذين اختاروا
فعندما الطلاب قال اسمع هذه الدورة إما أن تكون في العقيدة الأصلية أو لا أحضرها، أنا طالب علم ما أريد أن أدرس الصف الثالث هذا عند تدرس الأولى للصغار. طيب نسأل عما فيها، أجاب الحمد لله درست الوسطية لم يجب أن أصبح أن أدرس الوسطية قبل أن أدرس هذا الإنسان. ولهذا يعني من النصيحة يا طالب الدين النصيحة، ما ممكن يعني أن يأتي إنسان مغش مغشنا فليس منا، نبدأ بالواسطية أو بكتاب التوحيد قبل الوصول الثالث بعدها ما يصلح. فمعكم إلى صلاة الظهر تحفظ اللي تقدر علينا الوصول الثالث. طيب أنت أول واحد سمعنا عليه بعد مفروض تفضل الوصول الثالث قبل البدء بدراسة أي مثل من المتون أو عندما تقتني كتاب ما تفهم، مجرد ما تأخذ كتاب أو تشتري كتاب أو أنت عليك كتاب أقل ما تقرأ في هذا الكتاب تقرأ المقدمة والفهرس، تقرأ المقدمة ومقدمة الكتاب والفهرس، لأن بالمقدمة تعرف مصطلح المؤلف والغرض من التأليف، وبالفهرس تعرف محتوى الكتاب. طيب هذا المثل، نحن الصورة الثانية في ماذا؟ في التوحيد صحيح؟ نعم. لو قال لك قائل لماذا ندرس التوحيد؟ ذكر لكم الشيخ ولي حفظه الله أن هذه الدورة في ماذا؟ في التوحيد. لو قال لك قائل لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا الدورة في التوحيد؟ لماذا لم تكن الدورة في الفقه في الأصول في الفرائض في كذا؟ لماذا هذه الدورة من الذي يعرفها في أسرع؟ لماذا ندرس التوحيد؟ بسم الله أوقف. نعم. لأنه أصل الأصول. أصل الأصول. ولأنه بعث الرسل من بعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم ودعوة الأنبياء والرسل أتباعهم من بعد وغيرها. لا قول الله سبحانه وتعالى يعمل بلادك ليخرجن الواحد استقرار أمن الهداية الطمأنينة حلاوة الإيمان سبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اجلس. نحن بحاجة التوحيد أكثر من حاجة الطعام والشراب. ما ممكن نشتغل عندنا طرفة عين. ثم أي إنسان أي واحد يسأل لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا هذه الدورة في التوحيد؟ تقول له تعالى خلقك الله سبحانه وتعالى حتى تكون واحد؟ تقول نعم. وأعلمك الله سبحانه وتعالى أن لا يقبل أي عمل من التوحيد؟ تقول نعم. وأعلمك الله سبحانه وتعالى أن لا يدخل الجنة إلا موحد؟ نعم. هل أنت موحد؟ قل نعم أنا موحد. طيب ايش محلي هذا التوحيد الذي اوجب الله عليك وجعلنا اوجب الواجبات واول الواجبات ولا اقبل اي عمل منه ولا ادخل الجنه الا موحد وتدعي انك موحد، ما هو التوحيد؟ اذا عرف فهو واذا لم يعرف فشهاده الموحد شهاده زور. فهذا لا يعرف التوحيد، هل هو موحد؟ لا. تسأل ما هو التوحيد الذي أوجب الله عليه؟ ثم أيضا تقول تعالى هل أنت مشرك؟ قل أعوذ بالله لست مشرك. حرم الله عليك الشرك؟ قل نعم. أعرض من كل محرم؟ نعم. وأعلمك الله سبحانه وتعالى أن صاحب الشرك الأكبر نسأل الله السلامة والعافية إذا ما تعرف فهو مخلد في الأبد في النار؟ قل نعم. ما هذا الشرك الذي حرم الله عليه إذا عرف وشرح لما جاء في الكتاب والسنة فهذا معنى أن يعرف الشرك وهو يعني بإذن الله ليس مشرك، لكن إذا لم يعرف الشرك وين هذا؟ أين هذا الدفع؟ خلع طن جوا الصدق من جهة أخوانا كعب بن مالك صدق في أكثر من هذا جهاز وقنا هذا الدفع أعطونا جهاز سبحان الله لا أحد فهذا الذي لا يعرف الشرك لعله واقع في الشرك ولا يدري يعني صحيح؟
وكيف يحرم الله سبحانه وتعالى شيء يعني عند هذا اعظم كل محرمه ولا يعلم. اذا هذا معناه انه لعله وقع في الشرك ولا يعلم. قال لي رجل بالامس قال لي لماذا تذكر الطلاب هذا الطلاب وجعل يا اخي تالف قلوب الطلاب هذا مؤلف قلوبهم. قلت يا اخي هذا المسلمين؟ قال نعم مسلم. قلت انا سالهم عن التوحيد ما سالتهم عن الصيام ولا عن سالتهم عن التوحيد. اذا ما عرفوا التوحيد معنى لست موحد ليس موحدين كان الزور انا موحد. اهم ما عليك اهم ما عليك هو معرفه التوحيد. اذا هذا لماذا ندرس التوحيد؟ هذا اهم سؤال. طيب لماذا ندرس التوحيد؟ هذا السؤال الاول قبل البدء بدراسه الصوت. لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس متن الاصول الثلاثه باذن الله جل وعلا؟ لماذا؟ تقول انا مقر ان لا بد ان اتعلم التوحيد وخلقت من اجله. لكن كتب كثيره مؤلفه في التوحيد، لماذا لا ندرس متن الاصول الثلاثه؟ لماذا لا ندرس كتاب التوحيد؟ لماذا لا نبدا بكتاب التوحيد؟ لماذا لا نبدا مثلا بالوسطيه؟ بالحمويه، بالتدمريه، لمعه الاعتقاد، كتب كثيره مؤلفه في التوحيد، يا اخي لماذا لا ندرس الاصول الثلاثه؟ نصيحة العلماء فتح الله عليك لأنني طالب أنا لا أعرف الذي يصلح لي والذي لا يصلح لي أسير على هذا الطريق أصل بإذن الله كما يسر الطبيب يرجع يتخصص ويدرس قرر عليه كتب ثم إجازة ثم كذا ثم كذا. إذا لماذا ندرس الأصول الثلاثة؟ نصيحة العلماء وسوف ترى إذا انجلى الغضاء أفرص الركبت المحمار ترى ان شاء الله تعالى ثمر دراسه هذا المثل والبدء به. هذا السؤال السؤال الثاني الاول والثاني والثالث ما هو السؤال الاول؟ تسالني سؤال؟ اي نعم انا سالت اسئله كم سؤال سالت؟ قلنا لا بد قبل البدء بدراسة الأصول الثلاثة من أسئلة. نعم نعم لماذا ندرس التوحيد؟ الله عليك. لماذا اخترنا دراسة مثل الأصول الثلاثة؟ سؤال نعم فتح الله عليك. طيب السؤال الثالث قبل البدء بالدراسة لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس مثل الأصول الثلاثة؟ السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ أنا لا أعرف الأصول الثلاثة. أريد أن تبين لي هذه الأصول الثلاثة أو أريد هذه الأصول الثلاثة باختصار. تعال تعال معرفة العبد معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. الأصول الثلاثة باختصار أسئلة القبر. أسئلة تسأل في القبر عن من ربه؟ ماذا؟ عن الصالح الله تعالى. إذا السؤال الثالث أسئلة الثلاثة أو الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر. وارتع أي واحد يسأل ما هي الأصول الثلاثة تقول باختصار ما حد تكلم إلا اللي وجهه للسؤال أو يرفع السؤال. هي أسئلة هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع يسأل بعض الطلاب هدانا الله يعني لم يعرف الشرط الأول من شروط الدورة قال أريد جائزة حتى أحضر هذا الدور أريد تعطيني جائزة أنا تعبت وتكلفت وسافرت وكذا والجائزة ما الجائزة التي يعني أجريها من دراسة الأصول الثلاثة؟ ما الفائدة؟ فائدة والجائزة أنه إذا تعلم ثم علم ثم دعا ثم صبر أجاب على سؤال القول جائزة الله نعم الجائزة صح وثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة الأعظم جائزة اشتري أكثر من هذا الجائزة صح تكفيك هذا الجائزة. طيب السؤال الخامس فهرس في الأصول الثلاثة من يستطيع أن يقول لي محتوى الأصول الثلاثة؟
أنت تقول قرأت عرفت ما في الصلاة الثلاثة، ما لا فيها طبعا، ما لا فيها الصلاة الثلاثة، إيش فيه؟ ما عرفت الأركان بالنسبة لمعرفة العبد ربه، ما عرفت العبد ربه دينا، هذه الصلاة الثلاثة غيرها إشكل، ما فيها شيء، ما فيها شيء، هذا معروف، ما في داعي أن يؤلف الأصول الثلاثة. جاءني واحد يوم من الأيام قال أنت درست في الصلاة الثلاثة؟ نعم. قال لا أترك عندي ملخص للصلاة الثلاثة. ما هو؟ قال حديث جبريل عليه السلام يكفي عن الصلاة الثلاثة كاملة. هذا مسكين ما عرف الصلاة الثلاثة أصلا، ما عرف المتن ولا الله أعلم ما قرأ ممكن. ما هو محتوى الصلاة الثلاثة؟ يا أخي اسأل. واحد يقول ما هو محتوى هذا البناء؟ تقول هذا البناء له ثلاثة أبواب وثلاث طوابق، كل طابق ثلاث طوابق. في كل إيه؟ هذا دليل أن يعرف البناء 100% صح. أما عندك واحد تسأل ما هي الأصول الثلاثة؟ أقول الأصول الثلاثة أصول ثلاثة، ما لدي قال فيها علم، ما لدي قال ما لدي درس لا قرأ لا ممكن قرأ يقرأ ولا يدري ما لدي ما تحتوي على أمور خمسة تعيد عليها كم؟ خمسة أشياء مهمة عندنا، يعني هذا فهرسة الأصول الثلاثة كم؟ خمسة. الأول المسائل الأربع، الأول مسائل الأربع. هذا درس اليوم، إلى الآن لم نبدأ في الدرس، والله ما بدأ. المسائل أربع، وهذه سورة العصر، علم عمل دعوة صبر، مفهوم؟ هذا الأول. طيب الثاني المسائل الثلاث، المسائل الثلاثة غير الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة أحسنت القبر، مسائل الثلاثة تأتي معنا أن الله خلقنا ورزقنا. طيب القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ أول درس القسم الرابع شرح الأصول الثلاثة، شرح أسئلة القبر. الخامس الخاتم بسم الله. الأول مسائل الأربعة، نعم. والمسألة الأربع هي سورة العصر، علم وعمل دعوة صلاة. الثاني مسألة الثلاثة، ولا بد أن تفرق بين المسألة الثلاثة وبين الأصول الثلاثة. المسألة الثلاثة تأتينا إن الله خلقنا ورزقنا من ترك العمل. طيب الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ الرابع شرح الأصول الثلاثة، والخامس ختم الله لنا ولك بالتوحيد. أنا ما بيني وبين أحد أعداء إن شاء الله، أنا أريد أخواننا نتعاون نخرج من هنا بفعل. طيب أولاً ممنوع الكلام، ما هي الأسئلة الخمسة؟ سؤال هذه أقسام لا تتكلم، خليك واقف، تعيد علي أنت. لا خليك واقف، تعيد أنت يا أخي. أنا أهتم كثير الذين على المتكئين، هذا المتكئ يعني مفتاح. أي شيء أخذنا عنه في الدرس ولا أي فائدة أبدا، ولا فائدة واحدة. نعم. لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا؟ الله سبحانه. معرفة الأصول الثلاثة. أي نعم. تدرس. نعم، ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ سؤال القضاء. الله تعالى يجلس بعد الكل يسأل، ما عندنا شيء. نعم. أي فاعل؟ نعم. أي فاعل أخذناه؟ طيب من يعد لي الأسئلة الخمس قبل الدراسة؟ أسئلة خمس قبل الدراسة. إيش عندكم؟ عندكم كتابنا؟ لا تعلم. أول كتاب. أول. نعم.
ما هي؟ ما هو التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ السؤال الثاني. أهمية التوحيد. خلص هذا الأول. أجلس. من يعرف السؤال الثاني؟ نعم. السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ السؤال الثاني لماذا ندرس الأصول؟ لماذا اخترنا دراسة هذا المثل مثلا الصلاة الثلاثة على الطلاب؟ نصيحة العلماء. نعم. والسؤال ما هي الأصول الثلاثة؟ باختصار الشيخ الفضل. الرابع. الرابع هذا الثمرة. الثمرة ما هي الثمرة؟ هي الجائزة. لأنه كثير من الطلاب قالوا لي جائزة آخذ من الدراسة هذه. ما هي الجائزة؟ الجائزة قلنا إجابة على الأسئلة الفضل. نعم. ثم ثم الذين عملوا القول الثالث خمس حاجات ما هي الأصول ما لا تحتوي الأصول محتوى الأصول الثالث فتح معي من يذكر لي فهرسة الأصول الثالث محتوى الأصول الثالث والبقية هذا ليس معي أخوانا ما راح أحدث في الدراسة نعم يا أخي المسائل الأربع مسائل الأربع المسائل الثلاثة والأسئلة الثلاثة مسائل الثلاثة نعم لماذا ندرس التوحيد لماذا ندرس التوحيد شرح الأصول الثلاثة ختم الله لنا ختم. طيب من يقرأ لي مقدمة الأصول الثلاثة؟ مقدمة فقط. مقدمة الأصول الثلاثة. نعم. أنا. نعم. كتاب الأصول الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الأصول الثلاثة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. اعلم رحمك الله. قل قال المؤلف أحسن. قال المؤلف رحمه الله. اعلم رحمك الله. اعلم رحمك الله. بدأ يخش اسمع إلى تأليل. سمى أولا بدأ بالبسمة. ثم دعا للطالب يدعو له. هذا فيه المؤلف يرغب ان كل خير نحو الطالب. نعم. يزن وجوبا. نعم لزاما. نعم. تعلم هذه الاربع مسائل والعمل بهن. طيب فتح معنا. هذا الدرس الاول، انا ابدا بالاصول الثلاثة. ما هي المسائل الاخرى؟ الان اخذها. سبحان الله. نعم نعم. مسألة أولى. أوقف. ما حد يتكلم. العلم. العلم. العمل به. والعمل. الدعوة. والدعوة. الصبر. الصبر. الأدب. هذه المسائل الأربع سورة العصر. ما الدليل على المسائل الأربع؟ سورة العصر. فتح الله عنه. إذا لابد أولا أن تتعلم. تعلم تعمل. وإذا لم تعمل أول من تسعر به النار نسأل الله السلامة والعافية عالم تعلم العلم ولم يعمل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الله هتف العلم بالعمل العلم ينادي العمل يكسر العمل يقول تعال نريد عمل فإن أجابه رد عليه وجاب وإلا ارتحل لا علم ولا عمل ذا الله المستعان عندي سؤال لو جاءك إنسان قال اسمع أنا أخاف أتعلم وما أعلم طيب ماذا تصنع؟ قال لا أتعلم حتى لا أعاقب على ترك العمل ماذا علم؟ تقول لا لا شعر توكل على أحسن تكون جاهل حتى لا أحسن تتعلم ولا تعلم ها ماذا تقولون بهذا؟ قال للقائل أنا ما أريد أتعلم لماذا؟ قال إني أخاف أتعلم ولا أعلم فأنا لا أتعلم حتى لو أعاقب إذا تعلمت على ترك العمل ماذا تقول لها؟ بسم الله هو واجب عليه العلم وواجب عليه العمل الله يفتح عليك واجب عليك أن تتعلم وواجب عليك أن تتعلم ثم عندنا ناقض من نواقض الإسلام نواقض الإسلام عشر منها الإعراض عن دين الله بالكلية لو أعرض عن دين الله كافر لا تعلم لا توحيد ولا صلاة ولا غير هذا مسلم الإعراض عن دين الله بالكلية إذا هذا هو يريد أن يصل إلى هذا إلى ناقض من نواقض الإسلام
صح؟ نعم. أجل أسأل الله عنه. إذن أول لابد تتعلم أي علم؟ العلم الواجب أوجب من واجبته التوحيد، ثم بعد هذا يعلم، ثم بعد هذا يدعو دعوة إلى الله طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم بعد هذا يصل استعلم. ماذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى بالصبر؟ ماذا أراد؟ الصبر على الأذى، الصبر على الأذى، لأن قريب الدعوة شيء لا فتح مالك هذا صح جزء من الإجابة، لكن هو ما أراد فقط الدعوة، أراد أن تصبر أولا عن علم، تصبر على ماذا؟ على العلم، تصبر. يقول تحفظ الفاظ، يقول سمع وطاعه، تدرس وتحفظ كتاب التوحيد واصبر وتحاول، اصبر. يقول الشافعي رحمه الله اصبر على جفوة معلم فإن العلم في زهرات، قال إذا غضب عليك المعلم هذا العلم، اللي يغضب عليك هو محب لك، فهمت؟ بعد السوريين يقول يرحم اللي بكاني وبكي علينا، ولا يرحم اللي ضحكني وضحك الناس علينا، صح؟ واحنا عندنا يقول من دبدب حذر، من دبدب حذر، اللي شفت عليه صح؟ ويحفظ وراجع ولا تتكلم، هذا محب لك. اما لو قلت انت ما شاء الله شيخ الاسلام انت، روح لا تحفظ ولا تسمع ولا تطلع ولا هذا من هل يحفظ؟ لا والله ما يحفظ، صح؟ قال اصبر على جفوة المعلم، اصبر اي نعم، لازم تذوق مرارة شوية حتى تترى الحلاوة بعدين. تصبر على ماذا أولا؟ على العلم. طيب بالله تظن بن عثيمين رحمه الله لعب؟ تظن أنت أي أنت تظن بن عثيمين رحمه الله يعرف الكورة؟ ها؟ لا والله ما يعرف الكورة، كان الأولاد يلعب الكورة ويمر بين محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، هو صغير محمد تعال، محمد تعال يا عبد الله، والله اكتب رسول الله ابن سعدي شيخ الشيخ بن عثيمين شيخ عبد الرحمن بن ناصر رحمه الله، ما يعرف اللعب، ما يعرف الا المسجد والمزرعه يعمل مع والده، صبر. بن باز تظن يعرف اللعب رحمه الله؟ شيخ الإسلام الصحابة عرفوا اللعب؟ لا والله، جاء صدقوا ما عهد الله عليه، تصبر أول علم. فجيت طالب المسافات وصل منهم، ها ياخذ الدرس، قلت تعبان، نعم، صلنا الساعة 2 بالليل، هذا يبغى يصبر؟ صح، تصبر أول علم، ثم تصبر على العمل، ثم تصبر على الدعوة، صحيح مثل ما قال الشيخ رحمه الله، طريقة الدعوة طريق شاق، إلى آخر دعوة، قال لا، مشاق، أنا أبغى مكان مريح، ما في مشاق، نعم، فإذا صنعت هذا في الدنيا بإذن الله تسير على السنة القبر، هذا المسألة الأخرى، ما الدليل على المسائل الأربع؟ من يعرف؟ الدليل على المسائل الأربع، نعم يا سورة العصر وهي والعصر، أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، ولله سبحانه وتعالى تقسم بما شاء المخلوقات، وليس لنا أن نقسم إلا بالله، ومن حلف غير الله فقد كفر بشرا، إن الإنسان لفي خسر، استثنى من الخاسرين الذين آمنوا وعملوا الصالحات عنه وتواصوا بالحق دعوة وتواصوا بالصبر صبر. ماذا قال الشافعي عن هذه الآية؟
يوم ما أنزل الله. هل معنى هذا أن الشافعي رحمه الله يقول ما نريد نزول شيء من القرآن؟ لا لا لا، هو قال أن هذه السورة وحدها تكفي تعمل حجة على الناس. أي أحد من الناس تسأل مسلم أو كافر، أي واحد تسأل هل تريد الربح أو الفساد؟ إيش يقول؟ يقول أنا أريد الربح. صح؟ حتى كافر صح؟ نعم. سبحان الله، كافر تسأل تريد الربح أو الفساد؟ إيش يقول؟ يا أخي يريد الربح أو الفساد كافر؟ يريد الربح، لكن هو في عمل ما يريد الربح، خاسر. صح؟ نعم. إذن قامت الحجة على الناس مع كلام الشافعي بهذه السورة فضلا عن خيرها من السورة. القرآن كله حجة. نعم. اجلس. طيب البخاري ماذا قال؟ البخاري نعم. باب العلم قبل القول والعمل. اخوانا احد يتكلم من طلاب علم، احنا ما احنا في حراج او في كذا. طالب علم هنا ما يتكلم عن الاستهزاء. صح. الجن هم جن. ما صنع. فلما حضروه قالوا جن. قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. لماذا يقول هذا الكلام؟ لماذا يقول ستجدني ان شاء الله صابرا واحد ولا اعصي لك امرا؟ لماذا يقول له هذا؟ يريد ان يقبل في مرافقه هذا العامل. قال انا اعرف اداب طالب العلم، انا اعرفها صابرا ولا اعصي لك امرا. هذه اداب طالب العلم صابرا. قال اصبر اصبر ولا اعصي لك امرا. طبعا لا طاعه للمخلوق في معصيه، طاعه للمعروف. صح. نعم. باب العلم قبل القول. باب العلم قبل القول والعمل. قلت لك الله تعالى فعلا اولا. إذا لا بد ان نعلم الناس التوحيد، تعلم الناس فتح الله عليك. طيب هذا هو الدرس الاول. من يعود علي ما اخذنا في الدرس كامل من اول الدرس الى ما توقع. سبحان الله البطيئه. ما هي شروط الالتحاق بالدور؟ بسم الله نبدا منها. شروط الالتحاق بالدور. نعم. بسم الله. اخلاص بالله عز وجل. اخلاص. فلواحد ثم واحد في واحد تعرف طريق الحق ولا لا. فاسال المنان اي يجير نام من الرياء مضاعفا خشورا. الثاني حفظ المثل. احفظ فكل حافظ كما في الله تمسك طالب. تقول أعطيني شروط الصبر. قل ما في أركان الصلاة صلى الله عليه وسلم. أنواع التوحيد. قل ثابت. أعرف قل ما أعرف. هل طالب علم؟ ها؟ طيب كيف يطلب العلم؟ يطلب العلم يحفظ المتون اللي أرسل إليها العلماء ويحفظ على مواليد. اليوم مشكلتنا في الطلاب أن الطلاب مشاعر. نعم. كل واحد اختار لك ورجح وكذا وكذا. نعم. عدم الكتابة. خلاص قلنا عليها عدم الكتابة وإنصاف للدرس وكذا. المهم. التحلي بعد طالب العلم يعني. نعم. الرابع. صبر. ومذاكرة قلنا بعد الدرس. نعم. طيب فتح مالك. غيره بعد هذا ماذا أخذ؟ لماذا أسئلة خمسة قبل الدراسة؟ من يعيد عليه؟ إخواني أسئلة خمسة قبل الدراسة. بسم الله ما شاء الله. ما هو التوحيد؟ الآن سوريا يا إخواني والله تحتاج إلى ماذا؟ النفس يحتاج إلى ماذا؟ توحيد. الناس الآن بحاجة للتوحيد إخواني. نعم. تقصير من الكل. إلا مرحبا.
لابد نتعلم التوحيد يا اخوان وعلم الناس التوحيد. قال الشيخ الألباني رحمه الله رجل المهم أمسك يهودي قال أسلم ووضع على قول السكين قال أسلم قال مهل 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 ماذا أقول؟ قال لا أدري أنت تريد من كافر معنا تريد منه ماذا؟ يوحد وأنت لا تعرف التوحيد تريد تصلي صلاة خمس مع جماعة وأنت لا تصلي مع جماعة تريد منهم كذا وكذا وانت لم تسمع لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا اختار دراسة هذا المثل مثلا صوت ثلاثة؟ ما هي صوت ثلاثة باختصار؟ لا لا بعده الثالث الرابع الثمرة التي نجينا من دراسة صوت ثلاثة الخامس العمل فهمت مثلا صوت ثلاثة اجلس فتح الله عليك طيب من يذكر لي فارس نعم القسم الأول المسائل الأربع وهذا الدرس الأول خلنا نعمل منها الحين الأصول الثلاث المسائل الثلاث المسائل الثلاث غير الأصول الثلاث نعم الأصول الثلاث وأخذنا أي مسألة لماذا هذا درس التوحيد والرابع وشرح شرح الأصول الثلاثة والخامس خاتمة فتح الله طيب الدرس الأول نعم ما هو الدرس الأول؟ الدرس الأول هو شرح المسائل الأربعة. ما هي المسائل الأربعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم يا الله رحمك الله أنا. ما هي باختصار؟ المسائل الأربعة هي ست العصر. علم عمل ثم دعوة ودعوة صبر صبر أجل ماذا أراد بالصبر؟ الصبر على أنفسك. أي نعم. الصبر. الصبر على العلم. تصبر أولا عن علم. ثم لا. هذا ما يصبر العلم طالب؟ ليس طالب. اي نعم الان كيف تعرف مقال قدرات عند من وكم سطرت صح حفظ قل نعم حفظ قل بسم الله تقرا اي نعم سال الاستاذ الطالب الطلاب عن مساله في الطهاره قال الطالب اوقف المدرس قال اجل سأل عن مسألة في طهارة قام الطالب قال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة باب المياه المياه ثلاثة طهور وطاهر ومجلس الماء الطهور هو كذا 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 قرأ الكتاب كامل وقال يا أستاذ في هذا الكلام يا أستاذ خذ ما شئت ودع ما شئت سمعت؟ قرأ عليه كتاب الطهارة كاملا في النهاية قال أستاذ خذ ما شئت ودع ما شئت هذا إيه؟ هذا إمام احفظ كل حاول إمام شرط نعم يحفظ ويتعلم ويعمل ويعلم الصبر على العلم الصبر على العلم أولا ثم الصبر هذا مشكلة عندنا الآن هذا نريد منكم الآن تصبر الثاني الصبر على العمل الصبر على العمل صعب نعم الصبر على الدعوة طيب تصنع هذا بدنا نجيب عن سبيل أقسام الصبر من يعرف أقسام الصبر؟ ما هي أقسام الصبر؟ نعم صبر على الطاعة صبر على طاعة الله حتى تؤدب وصبر عن المعاصي مو على عن معصية الله حتى تجتنب والصبر على أقدار الله القدر نازل بكلامك تصدق ولا وجوبا فتح معك طيب أخوان تراجع لنا هذا اللي أخذنا الآن تجتمع غيمة نميمة حديث الدنيا أطلب تجتمع الآن تكتبوا ما أخذنا موعدنا إن شاء الله تعالى بعد وجبة الإفطار أنا ما أعرف جئتم للأكل والشرب؟ الحمد لله الصحابة رضوان الله عليهم تنظر في حالي يعني قل الذهب تمارك
خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله وزودهم النبي صلى الله عليه وسلم جراب تمر. ليش أسمع جراب تمر؟ زين يخرج الجهاد تمر. كان قائد يعطيهم في اليوم الواحد المجاهد جاهد في اليوم ياخذ تمره تمره واحد مجاهد تمره واحد. قالوا ما تغني عنكم التمر؟ تصنع التمر تصنع شيء مثل يعني تاخذ حلوه تغني عن شيء في اليوم؟ قال والله لم نعرف قيمه هذه التمره الا بعد ان فقدناها. فقد ماذا؟ فقد التمر، ضاعت حتى التمره ماذا؟ كان يضعها الواحد منهم في اليد ويشرب عن الماء، ما ياكلها، ما يستطيع ياكلها بهر. يضعها في فين؟ ويشرب عن الماء. قال ما ناكل الجهاد في سبيل الله؟ ها؟ لا، رجال صدقوا مع عهد الله، تمره واحده. خاف اليوم تمرات الحمد لله. من وين عمل؟ ما تجد الا من رحم الله. فاخواننا لا بد ان نعرف هؤلاء الرجال تقدموا ولا بد ان نعرف اليوم بحاجه الناس لطلاب علم طلاب رجال اكثر فعل في العمل هذا لا لا ايضا حتى النساء يجب على كل مسلم ومسلمه نعم لا بد ان ناخذ هذا الدين الله سائلنا يوم القيامة ويوم يناديه فيقول ماذا أجبت المرسلين سائل الله يوم القيامة تقف السائل ماذا جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هل أدب وبلغ ونصح وجهد تقول نعم سائلك الله عن هذا ماذا عملت فيه هل تعلمت هل عملت هل دعوت يا مصطفى صبر؟ لا بد ان تعلمي هذا السؤال جواب. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع لما يحب موعدنا وما عليك. الفطور الثمان ونصف. نعم. الافطار الثمان ونصف. الافطار الثمان ونصف الان كم الساعه؟ من قبله؟ الساعه كم الان؟ العصر. هم يفطروا كم 10 ساعات؟ لا يبدا الافطار كم يبدا ويفطروا هذا؟ ساعة؟ ساعة افطار؟ عرفتها من الجوزي رحمه الله رحمه الله عنه ما كان يجد وقت ياكل ويشرب ما يجد وقت رضي الله عنه يقول كذا طعام ما اكل حتى غسل الطعام جاء ياكل ويشرب اللي جاء ياكل ويشرب خلاص خلوا اجعلوا يجلس هناك في المطعم وفي الماء هذا ياكل ويشرب الحمد لله كل واحد منا الحمد لله في بيت آخر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول كان الناس في القديم يموتون من المال من الجوع اليوم الناس تموت الشبع الله نعم الشبع صح ما عندنا كان هناك مسابقة في هذا همبرجر في من أكثر من يأكل همبرجر في واحد الله أعلم أنه أكل سبعة مات شهيد همبرجر قرآن ما جينا ناكل ما شاء الله لا مانع طيب الساعة كم حتى نعرف من نغيب خير أعطيني الساعة نبدأ فيها الدرس تسعة موعدنا احنا من يبدأ موعدي لا هو موعدنا بس موعدنا تسعة ونص نبدا التاسع والنصف هنا واللي يتغير لا 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 الأمر لله من قبل من بعد يمر زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام والمؤذن اسمع عند الكلام الإمام والمؤذن في كل صلاة يحضر الناس للصلاة ما حد يغير شفت مثل ما يحضر الان في العسكريه في الدوام كذا هذا يحضر في الصلاه في ناس ما يحضروا ابدا لانهم قبل الامام مؤذن في المسجد اللي يتغير ياخذ الامام مؤذن الى بيته
تخرجون تضرب اللي تأخر عن الصلاة تأخر يعني ركعة تدعي ركعة يضرب أو يأخذ شمال من أفضل ما يملك الإنسان في ذلك الزمن شمال إنه ما يستطيع أن يمشي في الشارع بلا شمال حاسب الرأس ما يستطيع تأخر واحد في المسجد كامل في الكل ما يتغيب أحد هذا تأخر عن الصلاة صلاة الفجر وصلت وأدرك ركعة ثالثة ركعة ما رأى الإمام مؤذن طبعا في آخر الصف دخل صلى عندما سلم الإمام سلم هذا الذي بجانبه يحدث في الصف من خطر بقى على ركعة الله سبحانه وتعالى أرحم من هؤلاء الله يغفرها هذا المريض مفهوم طالب يقول عندي كذا عندي غسيل مواعين غسيل ثياب عندي كذا ما نسمع إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى وفق الجميع إخوانا ما جينا نلعب ولا ناكل ولا نشرب ولا ننام ولا تقول ما أحفظ وكذا والله أنا ذهبت إلى منطقة من المناطق قلت لا بد تحفظ ما هذا والله أنا أنام عندما استيقظ هذا الطالب على رأسه قل بسمع قل يا أخي انتظر الآن قلت لنا قل لا سمع هذا الطالب ما نام أنا والله أنام وما نام احفظ وأبيت سهران وتبيت منعم وتريد بعد ذلك لحاقك تريد وهو ما تلحق صح هذا لا يعرف لا النوم ولا الكسل أحلى من العسل النوم والكسل أحلى من العسل فعند كسالة وفق الله جميع المحبات والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله أنا لست في أفضلكم اسمعوا هذا أنا أقولها الآن وإلى نهاية الدورة بإذن الله أنا لست بأفضل لكن بإذن الله كما معاوية رضي الله عنه خطب في الناس وهذا الصحابة رضي الله عنه قال أيها الناس إن لست بخيركم ولكنني والله خير لكم قال أنا لست بأفضلكم لست بخيركم لكنني والله خير لكم وإن شاء الله لست بخيركم لكنني والله خير لكم كسرت خعوبها أو تستقيم طيب إذا ما نريد يعني كلام أو كذا نريد عمل أخوان هذا أول درس إذا بدأنا من كانت بدايته شديدة كانت نهايته حميدة وسعيدة طيب الله يوفقك